الكرام، هكذا اذا انتهت مقابله واحد تلغير وتبونت بالتعادل السلبي 0-0 معنا احد اعضاء مكتب نادي الواحة. بالنسبه للمقابله يعني اول مقابله درناها بالنسبه لنادي الواحة عيانه بزاف، ما عرفتش علاش كان ضغط على الدراري في البريمير ميتون، كان شويه ضغط على الدراري واستمروا في الضغط، استغلوا الخصم هذا الضغط ديال الدراري وساعدوا باش يحافظوا على النتيجه، ونتمناوا المره اخرى المدرب يوقف على هذه الاخطاء باش يعالج المشكل ان شاء الله. السلام عليكم. معنا احد لاعبين الواحه، ما تقدرش تسبب الضغط اللي سبب الماتش اللي كي 0-0. صافي صافي لا هما تغيير التشكيله، نفس الدراري الغياب، الغياب ضمن يونا لا الدفاع وانا زعما ديالنا هنا التغييرات ديال الماتش الردورات كنا غيدار حتى دي ما ريتش خو بغيت تجاودوا الفريق والنادي كان بغي ليغا عطينا الى صافي. السلام عليكم، معنا احد اعضاء مكتب الواحه. مش ترى من الاسف التعادل راه ماشي التعادل بالنسبه لنا راه خساره في الحقيقه، بحكم ان اللاعبين ما قدموش واحد المباراه اللي في المستوى اليوم. الفريق تابونت كان مسيطر في المقابله وكان لعب مقابله دفاعيه، والكره هي هذه.